زكريا وإلياس ويونس جميعهم ولدوا بتشوهات خلقية وإعاقات ذهنية وحركية، والسبب زواج الأقارب وما ينتج عنه من أمراض وراثية. هذا 20، هذا 26، هذا 18. اللي قلت كي تربط منه من رجله، باك يونس في الليل يدير الحس هون في قوله قبل ما يكسر البابولة. هذا يرقد مربوط، هذا في بيت وحده، هذا وحده في بيت وحده، ما يرقد مع حتى واحد. تخاف ما تكبرش ترقد معاه، هذو نرقدوا مع بعضهم في بيت. اللي يشوف به من ذاك يضرب، يضرب ما يخليكش تساميه، يضرب يضرب ويضرب ولا غالب عليه يضرب. الخطره كانت في المديره تاع لاباس هنا، جات هنا عندي هنا في الباب وصيتها ضربها الله يلبسها، الله يلبسها مسكينه. انت من ذاك يضربوك؟ يضربني، لا يضربني. ودي فوا يدخل واحد الدبانه اللي يضرب راسه مع الحيط، يضرب راسه مع الحيط وما تقدرش تقرب ليه. تروح على بالوش، تروح الدقيقه هذيك، تروح للدبانه هذيك، هذا يولي يفيق مع روحه. بالك حتى يسيل روحه الدم؟ بالذات الدم، الدم يوميا، هذا الدم والله يوميا. يومي لا ما خرجتهاش مني فوق من الراس، محروق ومحروق. دروك في الشتاء ندير لهم الفرن يبردوا، هذا كل عام يتحرق لي من حتى لاهي، من حتى يلصق في الفرن اللي يتفكم فيه النار. كل عام تشوف اللحم تاعو الله تحرم. عبد السلام بالحمراء من بلدية ترعي بينان بولاية ميلا لم يكن يدري أن زواجه من ابنة عمته سيجني عليه معاناة طويلة الأمد. درت كلش، كلش روما كأيه الناس، كأيه الناس بواغط بلعب كلش. ما درت زون يستوعك نورمال عادي كلش، لا ما كلش بريقلي. بدايه الحرب بالك انت اطباء تحاولوا كيف يفهموا علاش الاولاد يقولوا من التقارب زواج الاقارب بالذات هذه بنت عمتي. السبب قالوا دير تزوج، هضروا على القديمه في الولد هذا الاول، وهما ما يشبعوش توكلوا. توكلوا واش توكلوا؟ ما يشبعش، ما يشبعش بلاص. هذا هذا جيب لي اللي يجي دي فوق، يخرج برا يركب الحجار التراب اي حاجه يقدر ياكلها. كلش حاشاك ليكوش، وكان عمزين ليكوش، وكان نغفلوا عليه ما نحلوش ليكوش، وكان مسخين حي ليكوش، ويعاود الفضلات تاعو يعاود يعطيك الفضلات في ثلاثة. كي مرضو تديهم كيفاش؟ ما تنديهمش يمرض هسا من العظام اللي ما ديتهم كلنا. لو كنت مريض بما مريض ما تقدرش تعرف تديه للطبيب ما يفوتهولكش، يخاف يخاف على روحو. كي يمرض سهر معاه وقف معاه ريح عند راسو، خاطر ما على بالكش المرض هذا وين راح، لا في درستو ولا ليستوما ولا ما تقدرش تعرف. هو يتوق وتوم سامي.